سيهزم الجمع ويولون الدبر. والأيام قدامنا وحنشوف، ستموتون رعبا، سيدمر اقتصادكم ويتفكك جمعكم ولن تحققوا أهدافكم. لقد نقلتم أيها الصهاينة المقاومة في فلسطين إلى العالمية، وجعلتم إكسير المقاومة ينمو في الأجنة ويصبح جزءاً من تكوين الطفولة. اليوم إذا بدنا نعمل فحص دي أن إيه، لح يطلع في شحطة بالدي أن إيه مشتركة بين كل هؤلاء الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، عنوانها مقاومة حتى النصر. إذا بتقدر، هذا الجيل الذي سيأتي هو جيل نور شمس مقاومة ستطفئ عربدة احتلالكم إن شاء الله. أما إذا سألتم عنا فقد عدنا أقوى، والميدان سيشهد بذلك.